بالنسبه لنا، ومهم جدا ان احنا كلنا نكون ايجابيين ونشارك وما يبقاش في اي نوع من السلبيه وان احنا نقعد او نكسل. حاجه مهمه جدا ان احنا نكملها النهارده، لان هو ده اللي بيكتمل معاه بناء الدوله. سيادة الرئيس قال وكلنا يعني متفقين على هذا الموضوع، من مصلحة مصر أن يكون هناك مجلس نواب قوي وقادر على أن هو يساعد في عملية بناء مصر، وبالتالي ده مش هيحصل غير لما يكون الشعب كله بينزل ويمارس حقه الديمقراطي. والله أنا أتمنى طبعا تكون يعني عالية، ويهمنا جدا هذا الموضوع، عشان كده أنا بأكد إحنا لسه في بداية اليوم وقدامنا لسه يومين. يعني أتمنى فعلا إن تكون المشاركة بصورة كبيرة علشان نقدر إن إحنا فعلا نقول إن البرلمان ده بيعبر عننا بصدق.